المسيح جئت نورا كي تنير العالمين، جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى البائسين، جئت تحميل الخطايا عن بني حيلاتي بكرام. يا مسيح جئت نورا كي تنير العالمين، جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى البائسين، جئتنا صبحاً جديداً فاتحاً باب السماء، حاملاً للكون عيداً فيه أنوار الرجاء. يا مسيح جئت نوراً كي تنير حبا جئت صفحا جئت سلوى البائسين، اجعل الحب يسود في القلوب الحاقدة، واجعل الكل يعود للحظيرة واحدة. يا مسيح جئت نورا كي تنير العالمين، جئت حبا جئت صفحا جئت سلوى البائسين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. ومع روحك أيضا. جلوس. حضرة الأب جزيل الوقار صاحب السيادة الأسقف جمال أدعيبس، أخواتي الراهبات، أبنائي في رعية القديس جورج الشهيد في إربد وضيوف الرعية ومن يشاهدون على شاشة نورسات الأردن، كل عام وأنتم بألف خير في عيد ارتفاع الصليب المجيد. صاحب السيادة، تجتمع الكنيسة الأورشليمية اللاتينية في الأردن وعلى رأسها سيادتكم أيها الأب المكرم لنعرف ونعيش قيمة كرامتنا المسيحية بالرغم من كل الصعوبات والآلام اليومية، لأننا نحمل الصليب بفرح وعزيمة، فهذه رسالتنا. نصلي اليوم من أجل ضحايا سقوط العمارة في الويبدة، من أجل المصابين والجرحى وأيضاً المتوفين وعائلاتهم، فالصليب يجعلنا نحيي غيرنا بالشهادة المسيحية ونشع الحياة فينا ونصبح أنبياء، ننشر الكلمة والبشارة في بيئة حياتنا، ننشر عطر المسيح ليعيش في الآخرين، نتعمق بالكلمة لنفهمها، نصبح الجنود الأوفياء للمسيح ويزين نفوسنا ويجملها ويغنيها. نجتمع لنصلي من أجلك وتصلي من أجلنا. ما زالت يا سيدنا هذه الرعية الجميلة والرائعة في مرحلة النمو البطيئة، الخوف المرعب من المستقبل وتخاف من القفزة في المجهول، ولكن أمن على الله بشبابنا المتجدد وإيمان آبائنا الراسخ والقوي الداعم لشبابنا حتى ينهض من جديد.
لذلك نجتمع في هذه الكنيسة مع سيادتكم اليوم بمناسبة عيد ارتفاع الصليب، لترفع نيتنا مع نيتك على هذا المذبح المقدس المبارك، لأنك راعينا وأبينا الساهر في حقله المقدس في الأبرشية الأورشليمية المقدسة في الأردن، طالبين منه تعالى أن يعطينا من نعمه ويزيد. آمين. وقوف. شكراً أبونا. نبدأ هذا القداس بهذا العيد، عيد ارتفاع الصليب، لأن نرفع عيوننا إلى صليب الخلاص، طالبين من الله رحمته وغفران خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، وإليكم أيها الإخوة، لأني خطيت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أعطب إلى القديسة مريم الدامة البدرية، وإلى جميع الملائكة والقديسين، وإليكم أيها الإخوة، تصلوا من أجلي إلى رب إلهنا. ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا وليبلغنا إلى الحياة الأبدية. المجد على صفحة 227، 227. يا يسوع المسيح،
يمكنك أن تخلص الجنس البشري بصليب المسيح. أنعم علينا وقد عرفنا سر هذا الحب العظيم على الأرض، بأن نجني ثمار الفداء يوما في السماء بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر العدد. في تلك الأيام ضجرت نفوس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لنموت في البرية؟ فإنه ليس لنا خبز ولا ماء، وقد سئمت نفوسنا هذا الطعام الخفيف. فأرسل الرب على الشعب حيات نارية فلدغت الشعب، ومات قوم كثيرون من إسرائيل. فأقبل الشعب على موسى وقالوا: قد خطئنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فادعوا الرب أن يزيل عنا الحيات. فتضرع موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع لك حية وارفعها على سارية، فكل لديغ ينظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيى. كلام الرب. لا تنسوا معجزات الإله. اصغوا يا قومي إلى تعليمي، أرهفوا مسامعكم إلى أقوال فمي، إني أفتح فمي ضارباً الأمثال وأستحضر أسرار غابر الأزمان. كانوا إذا بطش بهم إياه يلتمسون، وينقلبون إليه باكراً يسرعون، وتذكروا أن الإله ملجأهم، إن العلي هو المدافع عنهم. ثم خادعوه بأفواههم، وراحوا يكذبونه بألسنتهم، ولم يكن قلبهم نحوه قويما، وما ظلوا لعهده مخلصين. لكنه كان رحيما وللذنوب غفارا، وما كان لينزل بساحتهم دمارا، بل ظل يكظم غضبه ويهدئ سخطه. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل فيلبي. إن المسيح يسوع مع أنه في صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة، بل تجرد من ذاته متخذا صورة العبد وصار على مثال البشر وظهر بمظهر الإنسان، فوضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله فوق كل شيء ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء، كيما تشدو لاسم يسوع كل ركبة في السماء وفي الأرض وفي الجحيم، ويشهد كل لسان أن يسوع المسيح هو الرب، تمجيدا لله الآب. كلام الرب. هاليلويا. ونمجدك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. الرب معكم ومع روحك أيضاً. فصل من بشارة القديس يوحنا
الإنجيل البشير. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان قال يسوع لنيقوديموس: لم يصعد أحد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء وهو ابن الإنسان، وكما رفع موسى الحية في البرية فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان لتكون به الحياة الأبدية لكل من يؤمن. فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. كلام الرب. التسبيح لك أيها نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. نحتفل بعيد ارتفاع الصليب ونسجد أمام هذا الصليب الذي بواسطته خلص المسيح العالم. احتفالنا بعيد ارتفاع الصليب واحتفالنا برمز إيمان المسيحي، رمز ديانتنا المسيحية. احتفالنا هو احتفال بمن انتصر على الصليب ومنحنا الحياة. المسيح الذي احتمل آلام الصليب من أجلنا لكي يخلصنا جميعاً. عادة نتأمل في الصليب أيضاً يوم الجمعة العظيمة. ننظر إلى الصليب، ننظر إلى آلام المسيح، إلى ما عاناه المسيح، وننظر ونتأمل بمدى محبة المسيح وحب المسيح الذي قاده إلى أن يحتمل العذاب والألم على الصليب. ولكن في الجمعة العظيمة هو جو من الحزن، من الكآبة، من الموت. هذا الاحتفال الجمعة العظيمة. اليوم هو احتفال، يوم احتفال عيد الصليب، ارتفاع الصليب. نتأمل في انتصار الصليب، نتأمل فيما كان رمز للألم وللعذاب وللموت أصبح اليوم رمز للانتصار، رمز للحياة، رمز للنور. لذلك في هذا اليوم المهم بالنسبة لنا في هذا العيد ليس الأصل التاريخي لهذا العيد أو أي أحداث سابقة، ولكن أن ننظر إلى الصليب وأن تتعلق أنظارنا بهذا الصليب الذي هو علامة رفعتنا وعلامة خلاصنا. ما يهمنا أن ننظر إلى الصليب لكي ننال الشفاء. استمعنا في القراءة الأولى إلى الشعب في الصحراء عندما تعرض إلى الحيات وإلى سم الحيات، وعندما صلى الله إلى موسى طلب منه أن يرفع الحي على سارية وكل من ينظر إليها يحيا. وهذا ما يطبقه السيد المسيح في إنجيل اليوم على ارتفاعه هو على الصليب: من ينظر لهذا الصليب ينال الشفاء. الشعب في العهد القديم نال الشفاء من سم الحياة، ونحن ننال الشفاء من سم الخطيئة والشر. المسيح أنقذنا بواسطة الصليب، وهذا الصليب أنقذنا من الخطيئة والعصيان. أعصى الإنسان فأخطأ، أطاع المسيح فخلصنا. وكما قرأنا في القراءة الثانية: أطاع حتى الموت، الموت على الصليب. الإنسان الأول تمرد على الله بكبريائه، والمسيح تواضع مع أنه في صورة الله لم يعد مساواته لله غنيمة،
بل أخلى ذاته متخذاً صورة العبد. هذا اللي استمعنا إليه في القراءة الثانية. إذا المسيح بتواضعه، بطاعته، باحتماله لهذا الألم أنقذنا ومنحنا الخلاص. ولذلك تقول لنا الرسالة: لذلك رفعه الله ووهب له الاسم الذي يفوق جميع الأسماء. في الإنجيل المقدس عندما يشرح لنا السيد المسيح عن معنى الصليب، مع أنه لا يذكر كلمة الصليب بشكل ككلمة، ولكن يقول لنا هذه الجملة التي تستحق أن نتوقف عندها ونتأمل فيها: إن الله أحب العالم حتى أنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. من يؤمن بابنه، وهذه النظرة إلى الصليب هي نظرة الإيمان، نظرة الإيمان التي تمنح الحياة، الحياة الأبدية. ومن أجل أن يعطينا الله هذه الحياة جاد بابنه الوحيد لكي لا نهلك ولكن لكي ننال الحياة. المنطلق الصليب ومنطق الصليب هو منطق هذا الحب الذي أحبنا الله به إلى أقصى حد حتى أنه جاد بابنه الوحيد. والسيد المسيح نفسه يقول: ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل غيره. فهذا هو العيد الذي نحتفل به، نحتفل بانتصارنا، بانتصار السيد المسيح، وبانتصاره انتصرنا نحن أيضا، بانتصاره ننال الحياة وننال هذه الحياة الأبدية. الصليب بعد أن كان علامة ورمز للعذاب أصبح علامة للمحبة، قمة المحبة. المسيح الذي احتمل الألم من أجلنا ومن أجل أن يعطينا الحياة والشفاء. هذا هو معنى إيماننا المسيحي الذي يتلخص في الصليب، في قصة الله معنا من خلال موت المسيح على الصليب ومن خلال انتصاره على الصليب. هذا هو إيماننا. فلنكن فخورين دائما بشعار إيماننا بالصليب، مش بس مشان نحمله قدام الناس، لا، ولكن نتذكر دائما الصليب في بيوتنا وفي حياتنا. هذا هو رمز لإيماننا، وهذا الذي يعطي معنى لإيماننا بمحبة الله وبخلاص الله لنا جميعا. الصليب الذي احتمله السيد المسيح، لنتذكر أن المسيح تألم مثلنا، شاركنا في آلامنا. المسيح تألم والإنسان يتألم أيضا، والمسيح يتألم. المسيح شاركنا في آلامنا فتألم مثلنا، والمسيح تألم من أجلنا. تألم ليس لأنه عمل شرا هو الذي كان بلا خطيئة، ولكنه تألم من أجلنا لكي يعلمنا كيف نتألم بدافع الحب العظيم الذي تمتع به هو. لما نتألم نتفرج على الصليب، لما نتعرض لظروف صعبة نتفرج على الصليب، لما نتعرض لأي صعوبة، لأي شدة، لأي مرض، إلنا لأحبائنا لننظر إلى الصليب، نرى فيه معنى لعذاباتنا ولآلامنا نحن، ونرى فيه علامة انتصار على هذا الألم والعذاب، لأننا مع المسيح سننتصر أيضا. كما كان الشعب في العهد القديم ينظر إلى السارية التي وضعها موسى لينال الشفاء، لننظر نحن أيضا إلى الصليب، ذاكرين أن المسيح تألم عليه من أجلنا، أن المسيح انتصر على الموت وعلى الصليب، وأن المسيح يعطينا حياة جديدة، وقد فعل كل ذلك محبة بنا. مشان هيك لما احنا نتألم احنا مش لحالنا، مش متركين لحالنا، ننظر إلى الصليب حتى نرى المسيح يشاركنا في آلامنا، وحتى نشارك آلامنا مع آلام المسيح، وهكذا يصبح هنالك معنى لآلامنا ولمعاناتنا اللي هي موجودة. كل إنسان بيعاني بطريقة أو بأخرى، ولكن لنضع آلامنا في آلام المسيح ولنتأمل بمن انتصر على الألم وعلى الصليب
ليمنحنا النور والحياة. آمين. نؤمن بإله واحد. من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء صلب عنا على عهد الأقصى تألم ومات وقبر في اليوم الثاني كما في الكتب اشتغل وجلس عن يمين الأب وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات بالإله في الآل الملكين وبالروح القدس الرب المحيي المنبر من الآب والابن يسجد له ويمجد ناطق الأنبياء الكنيسة واحدة جامعة مقدسة وصلية نعترف معمودية واحدة خطايا ونتلجا في أمل الموتى والحياة أيها الإخوة الأحباء، تحتفل الكنيسة اليوم بعيد الصليب الظافر، والصليب هو شعارنا الذي به نفاخر الدنيا كلها ووسيلة خلاصنا. لذلك نصلي الآن معا من أجل أن يهبنا الرب حكمة الصليب ومفعوله العجيب. من أجل أن لا يرى الإنسان نفسه مسحوقا تحت صليب يحمله في الحياة، بل محررا بالصليب من كل قيد، قائماً به من كل موت إلى الرب نطب. من أجل أن يدرك أتباع المسيح جيداً أنهم بغير صليب لا يكونون من أتباعه إلى الرب نطلب. من أجل المتألمين في الحياة ليكتسبوا بآلامهم عند المسيح أجراً إلى الرب نطلب. من أجل الذين صلبوا أجسادهم مع المسيح وماتوا من أجل المسيح عن أنفسهم ليختبروا فرح القيامة مع المسيح ومتعة الحياة معه إلى الرب نطلب. من أجل أن يحمل المسيحيون وراء المسيح صلباناً وأن يستكملوا في أجسادهم ما نقص لآلام المسيح في الآلام إلى الرب نطلب. أيها الرب يسوع المسيح، يا من جعلت صليبك الذي علقت عليه راية حرية وآية خلاص، نسألك أن تهبنا أن نعانق هذا الصليب كلما ثقلت علينا صلبان الحياة، وأن نظهر في حياتنا علامة الصليب التي قبلناها بالعماد، محتملين من أجل ذاتك كل صليب. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله مطمئنا فنلت خير نصيبي. على خطاه مشيت ومع صليبي أتيت وبالمسيح اكتفيت مرافقي ورفيقي مرافقي ورفيقي. على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله
الغير من متى عني به يحق التغني النازع اليأس مني وكل ضيق مريب وكل ضيق مريب على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله مطمئنا فنلت خير نصيبي هو المسيح رجاء عوني وكل عزائي مخلصي من شقائي ربي أخي ونسيبي ربي أخي ونسيبي على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله مطمئنا فنلت خير نصيبي يلا. يا أيها التائهون عن دربه غافلون سيرنا رفيقونا على طريق الصليب على طريق الصليب على طريق الصليب مشيت خلف حبيبي في ظله مطمئنا فنلت خير نصيبي فنلت خير نصيبي صلى الإخوة إلى الله الأب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة هذه هي التقدمة التي أزالت خطيئة العالم على مذبح الصليب فنطلب إليك يا أبا المراحم أن تطهرنا بقوتها من جميع آثامنا بالمسيح ربنا الرب معكم لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي إنك قد جعلت من شجرة الصليب المقدس أداة لخلاص الجنس البشري بأجمعه ذلك أنك شئت أن تنبعث الحياة من حيث نشأ الموت وأن يغلب بالشجرة من بالشجرة قد غلب بالمسيح ربنا به الملائكة لجلالتك يسبحون والسيادات لها يسجدون والسلاطين منها يرتعدون والسماوات وقوات السماوات والصاروفيم الطباويون بهتاف واحد إياها يبجلون فإياك نسأل أن تضم إلى أصواتهم أصواتنا فنسبح في خشوع قائلين قدوسا قدوسا قدوس الرب إله الصباؤوت السماء والأرض مملوءتان من مجد
شعنا في الأعالي، هوشعنا في الأعالي، هوشعنا في الأعالي. مبارك الآتي 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 باسم الرب، هوشعنا في الأعالي، هوشعنا في الأعالي، هوشعنا في إنك يا لقدوس أيها الأب وبصواب تسبحك الخليقة التي أبدعتها، لأنك بابنك يسوع المسيح ربنا وبقوة الروح القدس تحيي وتقدس كل شيء، ولا تبرح تجمع أبنائك من حولك ليقربوا لاسمك تقدمة طاهرة من مشرق الشمس إلى مغربها. نسألك إذن متضرعين أيها الأب أن تقدس بذاك الروح عينه هذه القرابين التي أتيناك بها، فتحول إلى جسد وإلى دم ابنك يسوع المسيح ربنا الذي أوصانا بأن نقيم هذه الأسرار المقدسة، فهو في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا فشكر وبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وبارك وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كنا أكلنا هذا الخبز وشربنا هذا الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الأب فيما نحيي لنا ذكرى آلام ابنك لخلاصنا وذكرى قيامته العجيبة وصعوده إلى السماء منتظرين مجيئه الثاني، نقدم لك شاكرين هذه الذبيحة الحية المقدسة. اللهم انظر إلى قربان كنيستك كما نظرت إلى الذبيحة التي شئت أن تسترضى بها، وأنعم علينا نحن الذين نتغذى بجسد ابنك ودمه بأن نمتلئ بروحه القدوس فنكون جسدا واحدا وقلبا واحدا في المسيح. ليجعل منا الروح القدوس تقدمة لك كاملة أبدية، فيكون ميراثنا مع مختاريك، مع القديسة مريم البتول والفلاه والقديس يوسف الطيب والعفيف ورسلك الأبرار وشهدائك الأمجاد وسائر القديسين، فنحن على ثقة بأن شفاعتهم لديك ستكون لنا عونا في كل حين. اللهم نسألك أن يعود قربان مصالحتنا هذا على العالم أجمع بالسلام والخلاص، وأن تثبت على الإيمان والمحبة كنيستك في مسيرتها نحو السماء مع خادمك حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، بطريركنا بيابتيستا، وأسقفنا جمال الحاضر معنا، وجمع الأساقفة وسائل كيروس والشعب الذي اغتنيته. استجب متحنناً لطلبات أسرتك هذه التي شئت أن تمثل أمام جلالك، واجمع أيها الأب العطوف شتات أبنائك من الأرض كلها. ارحم إخوتنا الراقدين وجميع الذين انتقلوا من هذا العالم في سلامك، اقبلهم في الملكوت حيث نرجو أن نتمتع معهم بمجدك إلى الأبد بالمسيح ربنا الذي به تجود على العالم بالخيرات كلها. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين.
واننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا الى تعليمه الالهي نجسر ونقول ابانا الذي في السماوات السلام في أيامنا أوضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنامنا كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح لأن لك الملك والقدرة يسوع المسيح يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلام يمنحكم لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك وتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الدهور آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما فلنتبادل بمحبة سلام المسيح سلام المسيح سلام المسيح سلام المسيح يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا يا حمل الله الحامل خطايا العالم امنحنا السلام امنحنا السلام امنحنا السلام هو ذا حمل الله وذا الحامل خطايا العالم طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. قد لستم مستحقا أن تدخل هذا الصف ولكن قل كلمة واحدة تقرأ. ترتيلة صفحة 314 صفحة 314
المسيح. جسد المسيح. جسد المسيح. خليني قرب الصليب حيث سال المعشرة من دم الفادي الحبيب داء نفسي يبرى المسيح. جسد المسيح. قد محى عند الصليب. جسد المسيح. دم ربي إثمي. جسد المسيح. وعني القلب الكئيب زال كل الهم في الصليب. في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القابر. جسد المسيح. جسد المسيح. جسد المسيح. جسد المسيح. قد رأينا في الصليب قوة الرحمن إذ بدأ أمر عجيب فدية للجاني في الصليب. في الصليب راحتي بل فخري في حياتي وكذا بعد دفن القبر. جسد المسيح. 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 من قضى فوق الصليب ذاك جل القصد سأراه عن قريب فوق عرش المجد في الصليب. في
في نهاية احتفالنا بعيد ارتفاع الصليب المجيد المقدس، أتقدم بالشكر الجزيل لله أولاً وأخيراً ومن أبينا المكرم أسقفنا المطران جمال دعيبس جزيل الوقار، وأتمنى له باسمكم جميعاً العمر الطويل والنعمة في قيادة الخراف إلى المسيح، طالبين منه الصلاة من أجلنا في هذه الرعية المباركة. أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا اليوم المبارك، أشكر أبناء رعيتنا الأحباء راهباتنا سير كارلا، يعطيك ألف عافية على كل عمل عملتيه، على كل تحضير تعبتيه، شبيبتنا مجلس رعيتنا، وأيضاً محافظ إربد اللي اعتذر عن الوجود ولكن استقبل سيدنا، كما وأشكر كل من صلى من أجلنا في هذا اليوم. بعد البركة مباشرة نتوجه إلى الساحة وسيدنا يحمل الصليب الذي سيباركنا مرة أخرى في الساحة، ومن ثم توزيع الرمان وضيافتنا. لنصلي. ها قد تزودنا الغذاء المقدس، فنسألك يا أيها الرب يسوع المسيح أن تنظر إلى الذين فديتهم بخشبة الصليب الحي، وأن تبلغ بهم مجد القيامة. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم. نعمة ربنا يسوع المسيح تكون معكم دائما، وذكر آلامه المقدسة وقوتها تستقر في قلوبكم، ورسم صليبه الطاهر ينجيكم من جميع أعدائكم. بسم الله والابن والروح القدوس. صفحة 320. صفحة 320. لاحت علامة الفداء، سر الصليب قد بدا، الحي فيه بدا، ميتا حياة جدا، منه شفار الحرب العود الطاهر.
قد رد